معنا العم أبو ياسر الأستاذ أحمد زعبي، مرشح طبعا للمجلس الإقليمي بستان المرج. يعني أستاذي نحكينا، أو يعني اليوم تم افتتاح الصناديق، كيف شفت؟ أكيد زرت الصناديق في البلدة هنا بلدات أخرى من حولك، تحكي لنا شو الوضع، كيف المعنويات، وتحكي لنا شو التوقعات اللي أنت بتتوقعها. أهلاً، صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. في الواقع أنه افتتحت صناديق في الساعة 8 بالأربع قرى، في إقبال على التصويت من كل الفئات المصوتين، ومتأمل أنه يكون يوم هادئ، يوم عرس ديمقراطي في جميع الأربع قرى المجلس. وهناك على ما أعتقد أنه في تفهم كامل من جميع المواطنين لأهمية هذا اليوم، لدورهم، لأخذ دور في تقرير مصير القرى وسكان القرى في الأربع سنين القادمة. نعم، يعني لو تحدثنا بالنسبة لبستان المرج، هل ما تعانيه هي نفس المعاناة اللي بتعاني منه البلدات العربية الأخرى، ولا في أمور خاصة في هاي البلدات؟ أولا، بستان المرج يضم أربع قرى لمرج بن عامر، وهي سولم، كفر مصر، نين والدحي. هاي القرى أقيم فيها المجلس سنة 93، يعني حد 93 ما كانش فيها أي سلطة محلية، وكانت تدار من قبل جمعيات تعاونية وعمتوات وما شابه ذلك. في خلال العشرين سنة الماضية، يعني كان في عدة أمور أو عدة مشاريع للمجالس المجلس الإقليمي قام على تنفيذها، ولكن في هناك فرق شاسع أو هو شاسع بين ما هو موجود في هذه القرى وبين القرى المجاورة، سواء كانت عربية وبالذات يهودية. يعني احنا نقارن بين قرى يهودية، في فرق شاسع في أداء الخدمات وفي المشاريع وفي البنية التحتية. ولكن أقول أنه حتى احنا كوننا مجلس إقليمي يثقل كاهل المجلس في تقديم الخدمات للقرى. هناك كل قرية حتى لو كان عدد سكانها 1000 نسمة بدها جميع الخدمات زي أي قرية عدد سكانها 20 أو 30 ألف نسمة. فكل قرية فيها مدخل، فيها مدرسة، فيها مسجد، فيها شبكة مياه، شبكة مجاري، مضخة مجاري، وكل هذه الأمور تنحصر في كل قرية حتى لو كانت صغيرة، وهذا يثقل. وأيضا موضوع الشباب والمتناسم وغير ذلك، لو كانت بلدة واحدة كبيرة مثلا كدبوريا أو كسال بكون الشغل أهون، تقديم الخدمات لجميع فئات السكان على جميع المستويات. نعم، يعني برنامج الأستاذ أحمد زعبي الذي طرحه على المواطن في البلدات بإيش بيرتكز؟ طلع بالأساس في عنا عدة مشاكل، منها التعليم، قصة المياه، قصة التربية، الثقافة التربوية، كل هالأمور موجودة، ولكن في عنا مشكلة أساسية اللي هي بتعاني منها معظم القرى، وهي مشكلة المسكن. هناك بدأنا بتوسيع الخارطة الهيكلية وإعداد قسائم من للشبيب إلى المحتاجين للسكن يعني، وكان في تعاون مع المنهال ومع وزارة الإسكان، وعددنا كل الخرائط لإكمال هذه المشاريع، ولكن حل مجلس منع أو حال دون تنفيذ المشروع هذا. ولكن أنا أخذت على نفسي وعلى عاتقي أنه خلال سنة سنقوم بتوزيع القطع للمحتاجين أو للي بدهم الشقق العمار. نعم، يعني من جانب الوطني كيف بتقيم الوضع في البلدات العربية الأربعة؟ كيف يعني؟ نعم، يعني بالنسبة للمشاركة في لجنة المتابعة، في اللجنة القطرية، من حيث إحياء المناسبات الوطنية. نعم، أيضا نعم، في أولا أنا كنت عضو في لجنة المتابعة العليا حوالي 7 سنين، كنت ناطق الرسم باسم سلطات لجنة السلطات المحلية حوالي 7 سنوات، كنت ناطق وكنت أشارك وجميع السكان في كل المناسبات الوطنية، من يوم الأرض ويوم هبة الأقصى، وكل مناسبة وطنية كان سكان القرى يشاركون فيها بشكل كامل، لأننا جزء من هذا الشعب ونتحمل كل مسؤولية ما يتحملها الآخرين. نعم، يعني بالنسبة لقضية مكافحة الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، ما هو موقفكم أيضا؟ طبعا هذا سؤال صعب، وممكن تفسر عدة تفسير. طالما هو
احنا مع باقي الناس يعني شو الناس بتعمل احنا بنعمل كمان يعني. نعم. اما في عنا هناك يعني عده مش عده اطراف معينه اللي بتعمل خدمه مدنيه على نطاق فتيات في القرى، وبالاساس هو مساعده المدارس او الشباب. اما بشكل عام احنا ملتزمين بكل قرار بتاخذه المؤسسات الرسميه مثل العرب الصغير. شكرا جزيلا ابو ياسر. نتعرف على حضرتك. انا فاضل ياسر. اهلا وسهلا فيك حجي، تحكي لنا كيف شايف الاجواء انتخابات عندكم؟ الاجواء ان شاء الله احنا بنقول منيحه. ان شاء الله احنا بنفوز في الانتخابات ان شاء الله خير. تحكي لنا يعني البلاد العربيه الاربعه شو الاشياء اللي بتنقصكم في البلد حتى يعني بتطلبوا من الرئيس انه يسويها؟ يعني تكون الاوضاع منيحه بالبلد، كل شيء يكون تمام في مني. الرئيس بده يعمل اكثر ما بيقدر. نعم. مش راح يقدر يعمل اكثر ما بيقدر يعمل. نعم. ونحن نتامل ان شاء الله انه يكون كله منيح. ان شاء الله. شكرا لك. تعرف حضرتك ابراهيم الزعبي. اهلا وسهلا فيك. انت وين انت؟ حاج تحكي لنا يعني الاشياء المطلوبه من الرئيس القادم، شو الاشياء اللي بتطلبوها؟ يشتغلوا. نعم. يعملوا خدمات اللي لازمة ناقصة للبلاد، لأنه 6 سنين هذول اللي كان يدور رئيس بعدود ما بعدود دمروا البلاد شيلة. نعم. كل اللي إحنا سويت كان ضايع على الفاضي، وإن شاء الله خير، نتمنى خير بس خير. إن شاء الله. شكرا لك. معنا الأخ عبد الكريم الزعبي. طبعا أنت يعني كنت مرشحا، واليوم أنت بتدعم الأستاذ أحمد مصطفى الزعبي. تحكينا اولا كيف شايف الاجواء في نين وفي البلدات الاربعه؟ والله اللي بهمنا الاجواء انها اجواء تكون انتخابات ديمقراطيه حره، اجواء تسود المحبه، لانه الانتخابات يوم والحياه سوف تستمر غدا وبعد. نعم. تحكينا حاج يعني المشاكل اللي بتواجهها قريه نين وقريه كفر مصر وسولم والدحي، هي كباقي المشاكل يمكن بواجهها المواطن العربي في البلاد ككل ولا لا؟ مظبوط. نعم. نعم. شو هي الأشياء اللي بنعاني فيها؟ المشاكل اللي بنعاني فيها احنا المشكلة الأساسية هي انه المعناك الأزول اللي هو قليل جدا عن باقي المجالس العربية، لأنه احنا المجلس الوحيد أو مجلسين في إسرائيل مجالس إقليمية. نعم. باقي المجالس مجالس محلية. نعم. والمجلس الإقليمي الميزانية بتكفيش إقامة المجلس ككل. و55% من السكان اللي بأخذوا قسم منهن عن حوت يعني اللي هن تخفيضات. نعم. وبعاني من هاي المشكلة المالية اللي شكل بتعاني فيها المشاكل باقي المشاكل العربية. لو سألنا اليوم في قرية نين مثلا، انت ابن نين. أيوة. اليوم الشاب العربي لما بده هالمواطن بده يطلع يرفع عن حاله وين بروح؟ الطالب او الشاب الصغير اللي بده يروح على مركز ثقافي، هل بلاقي مركز ثقافي؟ هل بلاقي نادي؟ هل بلاقي ملاعب؟ ملعب كرة قدم، في ملعب محترم، مدرسة ثانوية، بنينا مدرسة ثانوية بالفترة الأخيرة إسا. نعم. بالقسم الأخير لحد 12 إسا اليوم موجود عندنا. شوارع الحمد لله موجودة. أما رغم كل هذا بالعاني القرى ككل كبستان المارج هي كلها قرى واحدة اللي هي بتضم سولم ونين والدحي وكفر مصر، بتعاني من أزمة مالية، وهذا سبب كان إنه تعيين لجنة معينة. نعم. بالنسبة لقضية المسطحات البلد، قضية القسائم لأزواج الشابة، وين أنتم منها هاي الأمور؟ مظبوط. هاي هو أحد الأسباب اللي إحنا بنعاني منها، وإن شاء الله بقدرة رب العالمين إنه إحنا بالتحالف هذا، تحالف مع رئيس التحالف اللي هو رئيس المجلس القادم أبو أحمد مصطفى الزعبي أبو ياسر، بتأمل أنه هذا أول موضوع لازم نهتم فيه، المسطح البلد ومسطح البلد بالذات. شكرا جزيلا لك حاج. شكرا لك. يعطيك العافية.
معنا الأستاذ إسماعيل زعبي، طبعا مرشح الرئاسي لمجلس الإقليمي بستان المرج. يعني احنا شايفين الأجواء حلوة، الناس مبسوطة انه بتمارس الانتخابات بعد سنوات. كان طبعا في لجنة، وهي اللجنة كانت جاثمة على صدور أهل البلدات المنطقة. فشو كيف شايف الأجواء وشو البرنامج تبعك؟ أنا المزبوط كتير مبسوط بالانتخابات، إن هالناس كمية كبيرة بتشارك، وهذا بدل على وعي الناس واهتمامها بالمجلس. يعني هذا كتير بيسعدني، يعني إن شاء الله إحنا يعني طريقنا بعد النجاح إن شاء الله. في عنا برامج كتيرة اللي هي بتتعلق على الوضع المجلس كمان التعبان بصراحة. تعبان، نعم نعم. في سلم الأولويات واحتياجات البلد أو البلدات الأربعة شو هي؟ في ثلاث احتياجات اللي كل البلدات بتعاني منها، اللي هو المسكن، النمر لل قسائم أزواج الشاب. نعم أيوة. وفي كمان نظافة البلاد من جوا وتطويرها، وفي كمان شغلة التعليم والثقافة لكل الأجيال. يعني هاي كمان شغلة معدومة يعني. نعم. في هاي ثلاث شغلات بالأولويات يعني بدها تكون. نعم. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر وكنت رئيس للمجلس الإقليمي، هل طبعا يعني ستكون إحدى مركبات لجنة المتابعة ولجنة القطرية أيضا؟ والله أنا بعد مش مفكر بهذا الموضوع، أما الموضوع يعني ممكن نكون فيه طبعا. نعم. أكيد. مفروض. نعم. بالنسبة لقضية الشباب والشبيبة، قضية الأطر التعليمية والثقافية لهن والرياضة، شو اللي توجه عندكم؟ بصراحة بالنسبة للمجلس الحالي إسا معدومة هاي الشغلات الثقافة والتعليم لكل الأجيال يعني، فأنا بدي أشدد عليها بشكل كتير كبير يعني. وحتى بدي أشتغل على أنه دور للنساء يكون كتير كتير فعال بالمجتمع. نعم. هاي من الأولويات اللي حكيناها زيادة، بدها تكون اللي هي النظافة، ولا بدها تكون شغلة المسكن نعم. يعني إحدى القضايا الآنية في الوسط العربي قضية مناهضة الخدمة المدنية والعسكرية، خاصة في البلدات اللي هي قريبة على الوسط اليهودي مثل بلدتكم سولم. بيكون في توجه أكثر للخدمة العسكرية والخدمة المدنية. فشو موقفكم من الأمر؟ الخدمة العسكرية ما ظنيش إنه في ناس اللي بترضى فيها، أما الخدمة المدنية طبعاً ما فيش مانع يعني. طب بالنسبة للعمل المستقبلي أيضاً، هناك في أهمية للسلم الأهلي في البلد، خاصة في قضايا العنف اللي بواجهها الوسط العربي. أكيد أكيد. هو عشان هيك إحنا بنرجع بنقول إنه الشباب، بحس إنه الشباب اليوم صار لها فترة كبيرة فيش عندها مجالات إلا تفكر فيها، والشباب أول طلعتها بيكون عندها طبعاً عنفوان. وفي عندها طاقة زيادة، فمجبور الإنسان إحنا يعني نحاول إن نخلي لهن محلات اللي خاصة فيهن إلا الأطر المناسبة. نعم. طاقتهن فيها يعني. نعم. فهذا اللي بنشكي فيه منه على كل الأجيال يعني، من الأجيال الصغير لحتى الكبير والشابات والشباب كلها. إن لكم التوفيق إن شاء الله. تستم. شكرا لك. معنا الأخ أحمد مصاروي، طبعا أبو فاروق أحد المرشحين للعضوية في من قرية سولم. تحكي لنا حج يعني كيف الأجواء؟ إحنا شايفينها هالقدي حلوة. تحكينا عن معنوياتكم، كيف الوضع في البلد، شو خطة العمل تاعتكم المستقبلية؟ يعني إن شاء الله إحنا الأوضاع بالبلد هادي جدا، الأوضاع منيحة ديمقراطية، والناس كلياتها مع بعض وتحب. يعني أول مرة بنزل من سولم مرشح للرئاسي، فالأجواء منيحة إن شاء الله والحمد لله. يعني احنا الخطة للمستقبل، لانه الكل بيعرف انه المجلس تبعنا موجود في وضع مزري جدا، يعني في ديون في الست سنين الاخرانيات، لجان معينة، خمس لجان معينة ما عملت شيء. فاحنا بنتأمل على القليل اولاد البلد مين ما ربح منهم يهكلوا هم المجلس ويهكلوا هم السكان، ونقدر نطلع هذا المجلس من الوضع اللي موجود فيه. نعم. يعني حج ابو فاروق، احنا متذكر يعني قبل شيء سنة او اكثر حتى،
يعني انت بحالك اتصلت في عده مرات، كنتم معنيين انكم يعني يكون عندكم صرخه بالنسبه لقضيه انتخابات قبل ما يكون في تعيين انتخابات للبلد هون. انتوا كنتوا تطالبوا وكان عندكم مطلب ملح جدا من فتره طويله انكم يكون عندكم مجلس منتخب من ابناء البلدات طبعا الاربعه. طبعا هو اول شيء هذا هو حقنا الديمقراطي، يعني اقل ما فيها انه احنا ننتخب المسؤول عنا او الرئيس عنا. نعم. يعني من سنه 2008 لما وزاره الداخليه حلت المجلس المنتخب أشهر عديدة بعد ما انتخب الرئيس. نعم. ما نعمل إشي، تعينوا 5 لجان معينة، فش أيات مشروع عن عمل، بالعكس إنه ما كان في خطة إشفاء والديون ضعفت على المجلس. يعني المجلس اليوم فيه على ديون في ما يقارب فوق 40 مليون شيكل اللي هي ضعف ما كانت عليه. 5 رؤساء معينين خلال الفترة هاي ما نعمل شيء. فشو يعني فشو الهدف؟ معناته انه بس يضل الحل، يضل الحل الوحيد اللي يضل انه هون تكون لجنه معينه اللي يكون مسؤول عنها واحد يهودي ياخذ معاشه ويروح على بيته، مش اكثر هم السكان. نعم. فليش الطبيعي انه احنا نقيم صرخه انه على القليله ناخذ حقنا الديمقراطي انه احنا ننتخب رئيس؟ لانه المثل العربي بيقول لا يحق طفلك، لا يحق جلدك غير ظفرك. فمين ما كان يكون من اولاد البلاد احنا متاكدين انه راح يكون افضل من اي واحد معين. نعم. وايضا اهل مكه اضرب شعابها ومشاكلها وهمومها. شو هي المشاكل اللي عندكم والهموم اليوميه للشباب، لازواج الشابه، للمسنين، لكل القطاعات يعني في البلد؟ يعني في مشكله هي تعاني منها اكبر القرى. نعم. يعني كل القرى اجمالا. احنا بدنا نقول ما بدناش نحكي على الشغلات الاساسيه اللي اقل ما فيها سطح الزباله. نعم. بس احنا بنحكي اليوم اذا احنا بنذكر يعني الشباب اليوم عندنا في عندنا مشكله. يعني الشباب اللي عندنا اليوم فيش واحد منهم ممكن يلاقي مثلا ربعي عامل دار. نعم. يعني هاي احنا موجودين هون هاي في المدرسه في السولان، هاي بتطلع هون هي شايفه. نعم. 10 امتار من هون حد الصور، هذا الارض هاي تبعت المشاف لهون. فيش احنا محوطين، ما فيش عندنا يعني فيش هون بتلاقيش مثل متر مربع للبيع او اي شخص هون يقدر يعمل دار في سولم. هاي المشكله مشتركه لاربع القرى. هذا اقل ما فيه احنا بنطالب فيه، لانه في عندنا شباب، في عندنا جيل طالع، طب وين نروح فيه هذا؟ هاي يعني اكبر مشكله هي اللي بنعاني منها احنا، مشكله يعني الاراضي للازواج الشابه. نعم. شكرا جزيلا لك حاج. اهلا فيك. معنا الاستاذ شعاع الزعبي، طبعا مرشح عضويه في قريه سولم. ويعني قضية المجلس الإقليمي بسمة بستان المرج، يعني 6 سنوات مضت، هناك من قال أنها كانت سنوات عجاف. البلدات الأربع عانت نتيجة وجود حاكم من برية البلد، حاكم من الطرف اليهودي من وزارة الداخلية اللي كان جاثم على صدر هذه البلد. تحكي لنا شو الأجواء اليوم، شو خطة العمل عندكم؟ صراحة زي ما تفضلت، من سنة 2008 كان في 5 لجان معينة من قبل وزارة الداخلية، ومن سنة 2008 لحديت اليوم ما كان في رئيس منتخب. المجلس عانى من أزمات مادية سابقة، ولحديت اليوم بعد ما غدرش 100% يطلع من الأزمات اللي هو موجود فيها. فاحنا اليوم متواجدين في يوم مصيري بالانتخابات، بدنا ننتخب رئيس وسبع اعضاء للمجلس عشان يقودوا المجلس والاربع قرى لموضع اخر ان شاء الله بتمنى الكل. نعم. يعني انت في جيل الشباب ايضا، وانت طبعا والد لشباب ايضا اليوم، فايضا الطلاب والشبيبه والشباب بحاجه لمراكز جماهيريه وثقافيه من اجل اخراج الطاقه اللي عندهن، من اجل استقطابهن خوفا من انه يعني يرتموا في حضن الاعمال العنف اللي بتصير تقتحم بلداتنا في الوسط العربي. لا شك، لا شك، هاي واحده من الخطط الاساسيه الموجوده في خطه العمل تبعت الاعضاء ورئيس المجلس. طبعا كله بيعود للتربيه والتعميم بالبدايه من البيت، وثانيا المجلس كمان لازم يخوض معارك ضد العنف ويحسن التربيه والتعليم. طبعا المجلس لحاله كمان بقدرش يقوم في الواجبات هاي، فبده دعم من البيت وبده دعم مادي. في حالة وجود الدعم المادي والمثقفين اللي يقودوا المجلس والبلد،
لمراتب كثير أعلى في قدراتنا إنه نساوي إشي من هالشكل. وهاي خطتنا إنه نحسن الوضع المادي ونحسن أولا التربية والتعليم. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك.